موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود الخصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم سلسله جديده في روكت ليج. طفشتوا من المابات، طفشتوا من السيارات، طفشتوا من كل شيء. اليوم جايب لكم سلسله راح تكون معكم انتم. خلي عليك، خش ديسكورد دي تحت في الديسكربشن. مثل ما قلت انه في فعاليه، اللي يبغى يلعب كلمني على الخاص او يدخل روم، راح اختار منهم اشخاص وراح يلعبون معي في المقطع الجاي باذن الله. السلسله هي العب معك 2v2 كومبتيتيف. مهما كان رانكك قليل كثير، لعيب مو لعيب ما يهمني، يهمني ان نفوز في الجيم. وبعدها راح اجيب الدوامه هذه باذن الله انها تتغير في الحلقه الجايه. ما ادري ايش احط فيها بالضبط، لكن اعطوني اقتراحات وش اخلي في الدوامه. الدوامه فيها رير، فيري رير، امبورت اللي هو الاشياء الحمراء، اكسوتيك اللي اتوقع الكفرات ما كفرات، وفيها 10 دولار. فاذا تبون اغير فيها اشياء او اضيف فيها اشياء اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله يعجبكم المقطع. لا تقصروا بالدعم، نبغى نوصل فوق 10000 لايك. يعني مقاطع صايره اصلا توصل 13000 لايك، نبغى في 12 ساعه كذا 10000 لايك نشوفها مختمه ومصير 15000 بعد. يعطيكم العافيه، باذن الله ما تقصروا في هذا المقطع بالدعم. شيء هذا قاعد احاول اسعد فيه الكل من ناحيه انه يبغى اغراض روكت ليج، يبغى اغراض مثلا 10 دولار على حسب حظه وش بيطلع له. ان شاء الله بيعجبكم المقطع باذن الله. استمتع في المقطع. اوكي، الحين جينا مع اول شخص نلعب معه في هذه السلسله اللي هو عزه. اهلا وسهلا. هلا هلا هلا. طبعا عزه الحمد لله بخير. عزه مصمم مابات من ايام فورتنايت، صمم مابات كثير، مبدع في فورتنايت. فنشوف هل مبدع في روكت ليج او لا. ان شاء الله انه مبدع، وان شاء الله انه يحول المابات روكت ليج ان شاء الله. يعني قناته في الديسكربشن. مثل ما شرحت لكم في بدايه دوامه الحظ، اذا فزنا في جيم دوامه الحظ تدور، واللي يجيه راح يكسبه في الحلقه هذه، وراح يكون في اشخاص غيره. وبسم الله خلونا نبدا. الله كفو عليك. كنت انتظر اللحظه اللي بس يخش هنا، ما خش. الله بغى يصد الثاني. الحمد لله. روح روح. اوكي يا ساتر، ايش قاعد يصير؟ اوكي وات سيف. اخ تكفى البوست. انا شطفت البوس مرتين ليش؟ سؤال يقطع ام الحاله. يلا روح روح. يلا انا اروح يا بنت قدام. حاول طقها شيء يمين يسار تحت. اوكي هلا ارجع لها شوي. تكفى لا اشوف. لا روت. ايوه سوي هذا يا عيني. الله انكبت حرفيا انكبت. ما توقعت يسويها والله، والله ما توقعت يسويها. كيف طقه؟ خلقه الله. يا رب يا رب. الله كفو عليك. والله ما توقعت والله، حتى الطقة خايسة بس الحمد لله طفوها شطف. قهر والله قهر. صح يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الله عليك الله عليك. الاسيست والله رهيب الاسيست يا ساتر. يوه يلا روح روح والله يمدينا. اسيست 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 لك. جي جي يا عيني. هي يا شيخ من اول فجرني انا الثاني، ما شفت الكوره ابدا، ما ادري ايش صار. يا عيني والله لو تقدمت معي من قبل ترى يمكن نفوز. يمكن لا اسويت فليب. جي جي ما قصرت. بما انك اول شخص في السلسله لازم يعني نلعب بعجله الحظ. يلا بسم الله. اوكي شوف الحين دور الدوامه هذه، فنقول بسم الله وسبن.
يا رب يا كريم. اوكي انا عارف حظي. ميستري اي وش اللي عارف حظي؟ وش اللي عارف حظي؟ ما عليك وش اللي عارف حظك يا حبيبي؟ ميستري من اول حلقة. ايش فيه؟ الله جي جي. هذه المناسبة حاب اقول لكم ترقبوا. أيوة. لا ترقبوا مرة يعني. بس ان شاء الله نقول ان شاء الله ما بركت ليك. اوه تصريح قوي جدا كذا ما بمتكتك والله مبروك. بس بعدين يعني ان شاء الله لين ما تدرب على ركت ليك يعني وعلى مباتها على نظام الكرياتيف حقها لانه صعب انه ولا ميستري طفرنا يا شباب. والله طفرنا. طيب اقبل تريد. يقول ما تقدر لانك تكون شاحن اقل شيء 500 كريدت. ايش رايك اعطيك 10 دولار اوكي بدل المشتري؟ عموما راح يفوز معنا ب 10 دولار. مبروك عزه ما قصرت. الله يبارك فيك. نشوف الخصم الجاي او مو بالخصم نشوف الشخص الثاني من راح يكون وكيف راح يكون حظه. ويا رب ما ياخذ مشتري لاني بطفر كذا. ما قصرت عزه. قناته بالديسكربشن شباب ونروح على الشخص الثاني. اوكي نايس. يا عيني كفو والله من اول هجمه. بدايه حلوه والله. بدايه حلوه اللي كانت على المرمان على طول هدف. يلا بسم الله بسم الله. لا 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 يا عيني. يلا لا والله بعيده 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 بعيده. اوكي تكفى والله ما في اي بوست. يمكن انا ما اعطيتك انفو يعني فاجل فيد. الله كفو الله الله الله. انا بحسبها مش راح للجول عشان كده اقول لا على طول المست ما خليتها حتى البوست ما في بوست. اوكي هو لا بس اوكي بيشو الثاني ترى كويس. تقدر تقدر تقدر. عاش عاش. انا قلت ما ابغى اتفلسف فيها خليها على ما هي تجي هدف. انا من بدايه الشوت هذه وانا داري انها هدف اصلا لكن قلت بطير كذا اتفنى انه والله اني ما لمست. يلا 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 3-2 كفو. لا 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 الحل حبيبي. الله الحمد لله اني بلكته. يا عيني انا سجلتها. كيف انا سجلتها من بدايه؟ انت فلمست قبل شوي؟ لا لا بس بس لعبت ازاي؟ انت عندي المستر. اوكي لا انت انت اللي جبت الجول. والله اليد قامت اصلا مش عارف ما لبستهاش ازاي. لا يلا يلا عليه عليه. اوكي قبل عيد. ما معي بوست ترى. اوكي. يلا يلا خيمت وخيمت شو يعني. لك؟ ما عرفت شو اضبطها. يوووه. حلوة حلوة. هذا بثر. الكورة يطقها خلاص. لا لا لا. وات؟ يقطعهم الحالة. صديتها يا اخي والله صديتها. كيف؟ تقريبا جت فيه خبطت فيه ثاني فدخلت صح؟ يب حسن. لا 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 وش هذه؟ كيف جت كذا ذي؟ لا سويت فليب بالورا. بس صوراك انت مش شايفني. شوف شوف كيف جت؟ هنا بقى نطنطتين سويت فليب. يلا يلا كفو. يا عيني الاسس يا عيني. والله حاولت ارقيه فوق على فوق على شيء. عاش يا يلا 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 ايوه 17 ثانية امسك نفسنا شوي. 17 ثانية على طول ارجع كذا خذ بوست ارجع. اوكي لا 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 هذا بيحاول يصدم. قايل لك يحاول يصدم وصدمني الحين وصدمتك كل شيء صار. بس جي 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 صمدين صمص بص يا ساتر. يو نايس نايس لعبة والله. جي جي من لاس بن. للاسف
اسمع ليه نعطيك واحدة ثانية ان الرير حرام نعطيك ثالثة. لا 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 امبورت خلاص لازم شيء كويس حرام فزنا في جيم خرافي نعطيه اي امبورت يحتاجه ويعطيك العافية عبد الرحمن الله يعافيك. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا زر لايك واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين واذا تبون نكثر من هذه السلسلة اكتبوا لنا تحت في الكومنتات اول حلقة فانا ابغى اشوف دعمكم الرهيب الله يسعدكم جميعا على المشاهدة وعلى الدعم وكل شيء وقنوات شباب اللي معي رفانا عزة وعبد الرحمن باذن الله اذا عند عبد الرحمن قناة راح تكون في الديسكربشن وعزة عنده قناة فيعطيكم العافية ونراكم على خير في امان الله سلام.